عقدت شركة مطار البحرين اجتماعا لمناقشة الترتيبات النهائية والاستعدادات لتسهيل اجراءات المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي خلال فترة استضافة البحرين لسباق الفورمولا واحد. وناقشت اللجنة كافة الترتيبات والخطط الموضوعة لتسهيل حركة المسافرين القادمين على الرحلات الاعتيادية والإضافية بالإضافة إلى القادمين على الطائرات الخاصة. وفي هذا الجانب صرح رئيس العمليات بمطار البحرين الدولي مارك مايكل برغر انه من المتوقع ان يستقبل مطار البحرين الدولي اكثر من عشره الاف الى اربعه عشر الف مسافر خلال فتره السباق